خلينا نرجع شوي نحكي عنك، وانت يعني الكثير من الابحاث عندك، الكثير من المسابقات اللي شاركت فيها بعمر صغير، ايش اول مسابقه شاركت فيها وكانت عن ايش؟ كانت عن ايش؟ انا اول مسابقه اشتغلت فيها يعني بشكل فعلي كانت مسابقه تبع اداره الموهوبين والتعلم الذاتي. دي مسابقه او الاداره دي عموما بتشتغل عليها، بتشتغل على المواهب في وزاره التربيه والتعليم في الطلاب اللي سنهم صغير، بلس كمان انا كمان اشتغلت مع مركز التطوير التكنولوجي برضو، ده كمان حد بيدعم بس البحث العلمي بس. فالاثنين دول في بداياتي في اول 3 سنين دول كانوا ناس داعمين جدا جدا جدا. يعني على سبيل المثال السنه اللي فاتت دي كانت اخر سنه ليا في الثانويه العامه اللي هي وزاره التربيه والتعليم، كان في مسابقه اسمها الابداع طموح. تمام، المسابقه دي يعتبر مسابقه حديثه شويه، تمام، فيها اقسام مختلفه كلها تتجمع حول الابتكار. تمام، كان في اقسام مختلفه، فانا بالتالي الحمد لله قدرت اكسب مركز اول في مجال البحث العلمي. دي مسابقه محليه اشتغلنا عليها، وهم اصلا كانوا مساعدين من زمان برضه عن البيئه، هو عن اسلا، اسلا اللي بتخدم البيئه. هو الفكره كلها هو اسلا دي ليه اتعملت؟ عشان خاطر البيئه. هدفها ايه؟ تنتشر في الدول الناميه. طب ليه؟ عشان خاطر احنا مش ذنبنا حاجه، فمين هيساعدنا؟ يلا نشتغل، يلا نعمل مؤسسه، يلا نعمل ستارت اب، يلا نشتغل، هو ده المطلوب، يلا نستمر بالشغل. جميل جدا. طيب انا عايزه اروح معاك بقى للميداليه الذهبيه بتاعه ترونتو ايكان تيسس، وخلينا عرفنا ازاي عرفت عنها وشاركت ازاي وحصلت كمان اخذ المركز الاول. يعني ترونتو ايكان يعني تيسس هي مسابقه يعني تخدم شويه الشباب اللي سنه صغير واللي عنده امكانيات ضعيفه جدا بالنسبه ان هو يقدر يعمل حاجات بيعملها ناس متخصصين في المجال نفسه، بيدعمهم لمؤسسه كبيره. فانا كاسلام مثلا بشتغل فردي، يعني عمر المشاركه محدد، عمر المشاركه محدد في مسابقات عديده لسن كام بالظبط؟ فبالتالي احنا كان شغلنا كله على مرحله الافكار. يعني احنا في البحث العلمي في افكار، في مشاريع، في شركات، في حاجات مختلفه. احنا كنا بنشتغل على مرحله الافكار. الافكار اللي كانت مقدمه كانت افكار كتيره جدا وافكار من دول مختلفه، يعني كان في 50 دوله مشاركه. الحمد لله ما كانتش بسهوله، يعني الموضوع اللي اكسب كان 6 شهور مراحل مختلفه، من بتقدم الفكره اونلاين، بتقدم الفكره اونلاين، بعد كده يتم بحثها، بعد كده تقدم ريبورت معين، بعد كده تعمل ريسيرش معين تقدمه، بعد كده في حاجه على زوم لجنة التحكيم وهكذا. ده كله بقى بلس ان انا كمان كان انجلش مع ناس، يعني كان في منهم ناس شغاله في شركات متخصصه، ناس منهم شغاله في جامعات محترمه العمر عريقه. كان لسنه السن كام؟ كان وقتها كان 2019، كان كنت لا أنا العمر يعني العمر كان حوالي المشارك. كان حوالي 18 سنه لحد من 15 سنه؟ من لا من اي سن لحد 18 سنه؟ لحد 18 سنه بس. فهو الفكره ده المرحله انا شاركت فيها وفزت فيها. فكان هو اصلا مسابقه متعممه شويه، مش متخصصه بمكان معين، فهي عندها كذا مرحله. ايش هي المراحل اللي مرت فيها؟ يعني مثلا كانت مرحله اللي كان مرحله الشباب، كانت مرحله الدكتوراه الناس اللي معاهم دكتوراه يقدروا يشاركوا لوحدهم، مرحله المشاريع، مرحله بقى انه كل شخص بيقدم في تخصص معين. يعني انا مثلا كان ميكاترونكس، في ناس تانية كانت مثلا البيئه مثلا دي كانت. طب المراحل كيف لا مثلا حصلت عليها انت الجائزه، كيف مريت بهذه الجائزه وكان يعني كيف بلشت وين عرفت فيها ولا استمريت؟ تمام، احنا كشباب عموما بينا تواصل. مش انا شغال في بحث علمي لوحدي، سواء في حد ناس اكبر مني او اصغر مني. فبالتالي احنا في بينا تواصل. فانا الحمد لله لما وصلت لمرحله ان انا اغلب المسابقات المصريه او المعارض المصريه شاركت فيها، كان اخرها برضو كان مؤتمر عظيم جدا، مؤتمر الدولي للابتكار، او كان مؤتمر القاهره للابتكار، كان عاملاه وزاره التعليم العالي. تمام، المؤتمر ده كان فيه كل الدول العالم مجمعينهم في مصر هنا، زي مؤتمر شباب العالم برضو. الفكره ان احنا ندعم البحث العلمي بس احنا في حته ناقصانا ان احنا عايزين نطبق. هندعم بس يلا هنطبق قريب. تمام، فكان في تجمع، فاحنا ما بيننا تواصل، والتواصل ما بين الدول العربيه سواء في البحث العلمي او مجالات تانية مهم جدا. فبالتالي انا عرفت الفكره دي عن طريق مين؟ عن طريق التواصل. بعد ما تواصلنا عرفنا ان في حاجه زي كده موجوده، شاركنا كلنا ساعدنا بعض في الشغل، نقدمنا، عملنا البيبر، عملنا الريسيرش، عملنا الفيديو اللي كان بيحكموا عليه في الاول، حاجات كتير عملناها مع بعض. الشغل كان جماعي يعني مجموعات ولا كل فرد لوحده؟ الشغل كان كل واحد كان داخل بفكرته. تمام، بس انا عندي اضافه وهو عنده اضافه وده عنده اضافه. بس كل الابحاث كان هدفها تحسين جوده الحياه، يعني تهدف لتحسين جوده الحياه، وهذا موضوع مهم كتير. موضوع مهم كتير، وفي اهم من حياتنا بالظبط، نعيش حاجه واحده بس، مره واحده بس، اللي هي الحياه. وكل الابحاث بكل الفئات حول هذا الموضوع، وكل الابحاث بكل الفئات هي بتخدم فكره واحده بس، احنا عايزين انتاجيه وتطوير تخدم الحياه. الله.